voilà les nouveaux. أيمن الحسن لغة الحسن تتكلم رافرة من قدم هذا الرجل من قدم واحد من مبيعات المباراة أيمن الحسن ينجح في توقيع الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 67 تشتعل المدرجات من جديد أيمن الحسن يسجل الثاني للوداد في هذه الليلة الرمضانية في هذه الليلة الكروية الراقية في الدار البيضاء 2-1 الإعادة بالضبط ما حدث كرة من الطرف الأيمن أيوب العمدو كيف جات مرارة مغير دافي لافي العمدو في منطقة الجزاء زوية للعمدو دور كبير وأيمن الحسن في المكان المناسب الرجل المناسب في المكان المناسب والهدف في التوقيت اللي يشوفه وليد المناسب للفريق ككل إن الإعادة لما حدث الحسن ينجح في توقيع الثاني للوداد 2-1 في حدود الدقيقة 68 من المباراة توجيه بدقة أيمن لنزع القميص والمباراة متواصلة أيمن الحسوني وعنيسة الليلة في حدود الدقيقة 68 من مباراة الوداد وشباب المحمدية والمباراة متواصلة والحكم النهائي